السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتنا عندنا اليوم مونتير تاع مرسيدس ار بلوك اي مرسيدس مكتوبة هنايا مرسيدس بنز لا 204 او ام 651. عندنا واحد البروبليم، نصيحة بالنسبة للناس اللي تحط ماس عيدة والله افري حطوها في المونتير، وبالنسبة للناس اللي صرالها فويت يعملوا لونتي فويت هذاك والله يعمل غلاسيول مش مليح، والله ما يشونجيش الغلاسيول تاعو باغ اكزومبل يمشي بلا فواتير تاعو 200000 ولا 300000 وما يشونجيش الغلاسيول، يقول لك راهو دوريجي. خاوتنا شوفوا، لا ديرنيير فوا انا كنت قاعد عند الحفاف نحفف، واحد راح يشري فواتير، عيط قدامي قاعد يهضر قال له هي 206 بليتو 2010 ولا 2011 ولا حاجه، قال له الغلاسيول تاعها دوريجين اللي فيها خويا. انا نط ضحكت، ها حكايه الكلاسيون تاعها دوريجين واش يصرى، ها حكايه جماعه لونتي فويت. شوف لاكراس هذه، شوف هذا مليترو نورمالمون اون برانسيب يكونوا محلولين كيما هكا، هذا مليترو اللي يمشي فيهم الماء تاع الرفرواديسمون يعمل تبريد للموتور. شوف كيفاه تسدو الكوتي هذا، ما تسدش مليح. شوف الكوتي هذا هنا تولى مليح، اسمح لي، شوف ها نضرب بالمارطو ها بالسيف ها، هذا ما يفيدش فيه الماء، يولي الموتور يسخن يولي يحمى، تطلع على طومبيراتير تاعو واحد ما يقدر يلقاه. حنا طحنا فيه اوازر على كل حال، هذا الموتور راح نعملوا له ريفيزيون جينيرال، عنده بروبليم هنا في لي بيستون، لقينا البروبليم هذايا نصحنا فيه اخوه باش ما يطيحوش في البياج هذايا وتسخنوا الفواتير وما يقدرش يلقى البروبليم بين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفرصة أخرى إن شاء الله في معلومة أخرى. السلام عليكم.